سيرة ومسيرة. سيرة ومسيرة، رحلة نسير فيها سويا نحو المشاعر لنأخذ منها أهم الدروس والعبر، ونتعرف فيها على أهم معالم مسيرة الحج وتاريخه. سيرة ومسيرة. اليوم رح نتكلم عن قوافل الحج عبر التاريخ. على مدى التاريخ كان لكل قافلة طريق وخطة وبرنامج مختلف، وتعددت طرق القوافل لكن كانت غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر. وأول ما يخطر على بال الحاج وياخذ في رحلته ضمن متاعه هو كفنه وسلاحه، لأنهم قد يتعرضون لقطاع الطرق أو الجوع والعطش والبرد والعواصف والأمطار وغيرها من الكوارث اللي تعيق رحلتهم. وأحياناً كان هناك بعض الحجاج قديماً يقطعون كل هذه المسافة سيراً على الأقدام، وبالرغم من ذلك يتحملون هذه المشقة من أجل الوصول لأداء فريضة الحج واللي تصل لعدة شهور. وكان لكل قافلة قائد ويسمى أمير. وزمان ما كانت قوافل الحج تقتصر على الحج فقط، بل كانت رحلات يتبادل فيها التجارة والعلم والخبرة ومعرفة البلدان، وكانت مقصد العلماء وطلاب العلم. ومن هذه الرحلات رحلة الحج من الأندلس كما وصفها ابن جبير. وأيضا تعتبر الشام هي المحطة الرئيسية لانطلاق بعض قوافل الحج. وتعددت طرق الحج، ومن أشهرها طرق الحاج العراقي والشامي والمصري واليماني والعماني، واللي تنتهي جميعها في مكة المكرمة. ومن هنا تبدأ رحلة ومناسك الحج. سيرة ومسيرة. سيرة ومسيرة.